اهلا بحضراتكم من جديد، مكملين حوارنا مع سباحه النادي الاهلي وسباحه منتخب مصر ساندي ايمن. ساندي، العوم في البحر صعب وبتقابله صعب، مفيش مره وانت بتعومي كده لقيت درافيل جنبك، سمك قرش؟ لا، لقيت سمك عادي. هو انا بخاف من السمك بس لقيت سمك يعني فعلا؟ عادي. كان فين؟ في شرم الشيخ. عشان الميه صافيه، عشان الميه نقيه قوي. فلقينا سمك. ما هو في مين ما بيخافش من السمك؟ انا بخاف من السمك قوي بصراحه يعني. كنت انا صغيره في البدايه خالص، كنت لما بشوف السمك بعوم اسرع عشان اللي هو انا خايفه منه. ده حاجه حلوه، عايزه تبعدي عن الحته اللي فيها السمك. ايوه، فبتعومي اسرع. طب ما ده حاجه كويسه. ما هو ده اللي خلاني ابقى كسبت يعني اول بطوله خالص. طب ما حصلش مثلا كنت بتعومي الساعات؟ احنا بنشوف مثلا الدرافيل، ممكن تشوف حد بيعوم تيجي تلعب معاه؟ ما حصلش ده معايا. طب يا رب ما يحصلش. عشان لو طب لو حصل ممكن تتلغي السباق؟ لا، ما اعتقدش. بس السباقات بتبقى متامنه قوي يعني، بيبقى في مراكب وفي حاجات مامنه. حلو، بس هيامنوا تحت ازاي يعني؟ فرضا جه درفيل مثلا، ما بيبقى صح، مش بنروح لجوه خالص يعني. بيبقى قريبه من الشط. بيبقى مش قريبه قوي برضه، بس يعني بس اللي هي في مسافه مقفول عليها شويه، ما بيبقاش مفتوحه، مش بحر مفتوح على الاخر. يعني هما بيروحوا للبيئه اللي ما تبقاش فيها سمك كتير. بيبقى مدروس كويس اللوكيشن بتاع السباق. لان الموضوع ده شغل بالي كتير على فكره. موضوع السباقات الطويله بتبقى في البحر وانت في ممكن اعوم الاقي درفيل يعني انت حتى وانت على الشط ممكن تلاقي درفيل بتلعب من غير ما حد يكون بيعوم. طيب انت بدايتك ازاي يعني؟ السباحات او السباقات الطويله مش كل الناس بتحب تلعبها. انت بدات ازاي؟ هو في الاول خالص انا بصراحه نزلت الطويله دي غصب عني. ازاي؟ طب احكي لي. الكابتن بتاعي كان مقتنع ان انا هبقى حاجه كبيره فيها. فهو طب ليه قال كده؟ عشان انا اصلا كنت بعوم في البسين ديستنس، المسافات كبيره يعني. حلو. فهو كان شايف فيا ان انا هبقى كويسه في البحر. بس فهو ده مين؟ كان اسمه ايه؟ كان اسمه عمرو ابراهيم. ده كان في نادي الغابه. كان قبل ما تيجي النادي الاهلي. طب هو قال لك لا ابتدي عومي سباقات طويله، هو اللي وجهك؟ طيب والنادي الاهلي شايفك بقى؟ كابتن وائل شايفك في بطوله؟ هما شافوني من 2012 يعني، بعد اول سنه بطولات شافوني وقالوا لي ان هم عايزاني اروح وكده. بس انا طبعا وانا 12 سنه كنت حاسه ان انا لا، والنادي بتاعي وفريق وكده. طبعا لسه صغيره خالص. بعد كده 2016 بقى رحت النادي الاهلي. طيب لما رحت النادي الاهلي رحت على السباقات الطويله برضه؟ رحت في الاول يعني على ان هم كانوا عايزيني على الطويله، بس دلوقتي بشارك الاثنين يعني. قصيره بس انت متفوقه اكتر في الطويله. ما هو في القصيره بنعوم مسافات طويله، فهي ستيل في القصيره يعني. في حمام السباحه اكتر حاجه بتبقى قد ايه؟ 1500. طب دي سباق اولمبي ولا لا؟ كل السباقات. طب انت ما تاهلتيش فيه ليه؟ لا، ما هو البسين بقى مختلف تماما عن البحر يعني. في التاهل فيه لازم ارقام معينه، في ليست معينه بالارقام لازم نجيبها. طب انت ترتيبك في مصر ايه على ال 1500 في حمام السباحه؟ في مصر الأولى. طيب ما هو الأولى ده رقمك حتى ما جابش إن أنت تأهلي الأولمبياد؟ لا لسه. طب متوقع إنه يتحسن؟ أكيد. يعني هو لازم يتحسن عشان أحسن. بتعومي الأصعب، أنت بتعومي الأصعب فلازم هيتحسن. أيوه. طب فرق بينك وبين في حمام السباحة القصير يعني 1500، القصير ده 1500. ماشي. 1500 دول أنت وقتك قد إيه؟ بتحققيه في قد إيه؟ رقمك أحسن رقم؟ أحسن رقم 17 دقيقة و23 ثانية. 17 دقيقة و23 ثانية، رقم التأهل كان كام السنة دي؟ أنا بس بعمل كومباريزون. 16 دقيقة تقريباً. 16 أنا مش فاكرة بصراحة قوي. مثلاً نقول 16 دقيقة. نقول 16 دقيقة وربع مثلاً. مثلاً 16 دقيقة 25، يعني أنت عايزة تحسني وقتك دقيقة. ده مش كتير، لو قسمنا دقيقة على 17 نشوف النسبة قد إيه؟ لأن يعني ده حاجة بسيطة. يعني تقدري بالتمرين تحسني الوقت ده، وانا غلطان يعني؟ أيوة تصوري. هو بس عشان تحسن، احنا قعدنا برضو فتره كبيره قوي ساعه الكورونا، والرقم اللي انا جايباه ده كان قبل الكورونا كمان. مش مشكله، هتجيبيه تاني. فلما قعدنا بقى عشان الكورونا فاحنا بنعيد من الاول. مش مهم، بس هتجيبيه. هنحاول. يعني قصدي اقول لك انه انت طالما جبتيه كده بالتمرين لازم. طالما جبتيه قبل كده تقدري تجيبيه بعد كده. يعني ده لوجيك يعني، خاصه ان انت دلوقتي بقيتي احسن واقوى وبتعومي سباقات 10,000 متر في البحر. فاكيد ده هيقوي يعني، حتى القلب هيقوي يعني، هيقوي كل حاجه. صح. فاكيد هتبقى احسن في ال 1500. طب اخر تجربه ليكي ك 1500 في حمام السباحه كانت امتى؟ من شهرين تقريبا. دي اللي كان الارقام اللي سجلت في مصر عشان التاهل؟
لا القياسات في مصر دي كانت من اسبوعين. من اسبوعين؟ من او من اسبوع الاثنين اللي فات. انت شاركتي فيها؟ اه بس مع الرقم ما جابش. انت جبت احسن رقم في مصر؟ لا هو حضرتك قصدك على ايه؟ انا قصدي على السباق. على القصيره 1500 قصيره. اه دي كانت البطوله اللي هي فيها تاهيل. اه دي شاركتي فيها من اسبوعين؟ لا دي كانت من فتره. ايوه من فتره وشاركت فيها وجبت فيها 17 23 ولا جبت يعني أكبر؟ لا جبت اكتر، جبت أكبر. 17 49 تقريبا، مش فرق كبير. بس جبت ده كان احسن رقم، انت كنت يعني اول السبق. اه بس الرقم ده ما كانش كافي ان انت تتاهلي للاولمبياد. لا طب ليه ما بيعملوش بطولات دوليه لل 1500 عشان تتاهلي؟ ليه بيكتفوا بالارقام المحليه يعني؟ لا هو في بطولات دوليه كتير بس ما هو انا ما جبتش الرقم في مصر عشان تروح البطولات الدوليه. انا قصدي اقول ان التاهل لل 1500 بس عشان نفهم الساده المشاهدين، انت الاول بتجيبي رقم بعد كده تروحي بطولات تانية خارجيه عشان تتاهلي منها، صح؟ لا لو انا جبت لو انا جبت الرقم في بطوله مؤهله معتمده في مصر زي البطوله اللي فاتت، لو كنت جبت الرقم بقى وانا في مصر كنت هروح على طول. اه بس خلاص فهمت. فهمت. يعني انت على حسب البطوله اللي بتشاركي فيها ايه. لو هي بطوله معتمده من الاتحاد الدولي وقياساتها معتمده وفي يعني اعتماد منه، فانت لو جبت الرقم اوتوماتيك بتتاهلي. أيوة. لو ما جبتيش لازم تشاركي في بطوله تانية خارجيه مثلا تكون معتمده برضو ان هي تؤهل. بس انا كده فهمت. وانت كده نجحتي في ال 10000 كيلو ان شاء الله، او ال 1500 ما نجحناش بس ال 10000 متر ان شاء الله هنقدر نتاهل باذن الله. وخلينا فاكرين ان شاء الله تتاهلي يا سندي. ان شاء الله يا رب. سندي ايمن طبعا سباحه مصر والنادي الاهلي، بشكرك الحقيقه نورتيني وشرفتيني في قناه الاهلي يا سندي.